نصيحتنا الطبية اليوم، كيف نحافظ على صحة الجهاز الهضمي؟ كثير مننا يصير عنده اضطراب في الجهاز الهضمي، زي مثلا انتفاخ، غازات، إسهال، إمساك، إحساس بالحرقان. وهناك طرق من الممكن نحن نتبعها تساعدنا في التخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي. أولا، أكل الطعام ببطء، لأن الأكل بشكل بطيء يساعد الأمعاء على هضم وامتصاص الأكل بشكل جيد. ثانياً، حاول إنك تتناول الأكل المليء بالألياف، زي كل أنواع الحبوب والفول ومختلف أنواع الفاكهة والخضار. ثالثاً، اتناول وجبات تكون صغيرة ولا تملي المعدة أكثر من طاقتها. رابعاً، شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل زي العصيرات الطبيعية، وكمان مرة مفيد لو بدأت وجبتك بصحن من الشوربة وطبق صغير من اللبن الزبادي. خامساً، حاول تمارس رياضة المشي حتى لو 10 دقائق، راح يساعدك في تجنب قرحة المعدة والمشاكل الهضمية. سادساً، حاول إنك تتجنب التدخين، لأن النيكوتين يؤثر بطريقة سلبية على الجهاز الهضمي. سابعاً، لا تكثروا من الملح والسكر الأبيض والطحين الأبيض والوجبات السريعة وأنواع الأطعمة المسبكة اللي فيها بهارات كتير. ثامناً، وده أهم شيء طبعاً، وهو البعد عن القلق والتوتر، لأن التوتر يزيد من متلازمة القولون المتهيج. ودمتم في صحة وعافية، وكل يوم رح أقدم نصيحة طبية على اليوتيوب، وحتكون الساعة 6:30 بتوقيت دبي.